بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مكان المصلي يعتبر في مكان المصلي إباحته، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، والأحوط اعتبار الإباحة فيه حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم، إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب. مسألة: إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق. مسألة: لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، وهو يتحقق بوجوه: الأول الإذن الصريح من المالك، الثاني الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحا. الثالث شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله. الآن نتكلم عن لباس المصلي، وقبل ذلك أود أن أذكر بعض المسائل في مكان المصلي، منها: لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام إذا كان فيه هتك وإساءة أدب. مسألة أخرى: لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر، ويكره فيما زاد على ذلك، وترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل أو بعد 10 أذرع بذراع اليد. مسألة أخيرة في مكان المصلي: يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. لباس المصلي يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أول جزء من الساق. مسألة: يعتبر في الستر أن يكون باللباس، ومع عدم التمكن جاز الستر لغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما. أما بالنسبة لشرائط لباس المصلي: الأول الطهارة، الثاني إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا، والأحوط الأولى ذلك في غير الساتر بل في المحمول أيضا، الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة،
ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه كالشعر والصوف فلا بأس بالصلاة فيه. الرابع ألا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول. الخامس ألا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش، والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة. والأحوط الأولى ألا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل وتلبيسها به، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية. يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا بالنسبة للرجل. السادس ألا يكون اللباس من الحرير الخالص من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. مسألة أخيرة في لباس المصلي تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها، وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة. هذا بالنسبة لمكان المصلي وللباس المصلي. وتشاهد المرأة المسلمة الآن من خلال الصورة لباس المصلي بالنسبة للمرأة، والحمد لله رب العالمين.